حين ننظر الآن إلى الوراء أيها الإخوة والأخوات، عبر هذه السنة الحافلة بالأحداث، نجد أنه كان غريبا حقا بعد هذا الكلام كله أن المعركة كانت مفاجأة للعدو، ومفاجأة للصديق، ومفاجأة للذين كانوا يتشككون أو يتوقعون الكارثة. بل لقد عرف بعد ذلك أن البنتاغون في أمريكا سأل إسرائيل 3 مرات خلال الأسبوع السابق للحرب عن معنى التحركات العسكرية المصرية التي كانت ترصدها الأقمار الصناعية الأمريكية، وكانت إسرائيل ترد في كل مرة بأنها لا تعتقد أن المصريين يمكن أن يحاولوا أو يجرؤوا على عبور القناة. لماذا؟ لأن العالم كله كان قد فقد أي ثقة فيما يقول العرب، ولم يعد مستعدا لتصديق ما كانوا يعتبرونه مجرد دعايات وتهديدات. ولأن العالم كان قد عاش أجيالا طويلة وهو يرى اتساع المسافة بين ما يقوله العرب وبين ما يفعلوه. ولن أستطرد هنا في الحديث عن آثار حرب أكتوبر في مختلف الاتجاهات، لقد تحدثت عن هذا في ورقة أكتوبر المطروحة عليك، والتي يهمني جدا أن تقرؤوها بإمعان. ولكنني أقول فقط في هذا المجال، لو لم يكن لحرب أكتوبر المجيدة من أثر إلا أنها جعلت العالم لأول مرة يصدق ما نقول ويأخذ مواقفنا المعلنة مأخذ الجد، لكفانا هذا سببا للفخر بما أنجزته حرب أكتوبر وما قامت به القوات المصرية والقوات السورية الباسلة في تلك الملحمة المجيدة. كان القول السياسي المأثور يقول: هات القوة وتكلم، هات القوة وتفاوض. وهذا ما فعلناه بالضبط، وهذا ما جعل الموقف العربي كله مختلفا. كنا نتكلم وكنا نتفاوض بغير قوة أو بغير استعداد لاستخدام القوة، ولكننا اليوم نتكلم ونتفاوض بعد أن أثبتنا استعدادنا لاستخدام القوة ودفع ثمنها، وبعد أن أظهرنا للعرب مصادر قوة متعددة عسكرية واقتصادية ومعنوية. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان من حقنا أن نعتز ونفخر بما أنجزناه، فإن من واجبنا أن نسأل أنفسنا بعد كل مرحلة: أين نقف الآن؟ والرد ببساطة هو أن أهم عنصر من عناصر الموقف، والعنصر الذي يجب أن لا والذي لا يجب أن ننساه أبدا حتى ونحن نتحدث عن التعمير والبناء والانفتاح، هذا العنصر الذي لا يجب أن ننساه أبدا هو أن المعركة لم تنتهي بعد. نجحنا في إلحاق أول هزيمة بإسرائيل في ساحة القتال وتدمير نظرياتها التي أقنعت بها العالم عن متطلبات الأمن الإسرائيلي. نجحنا في تحريك القضية سياسيا لأول مرة بغير الكلام، وكان أكبر مظهر هو تغير موقف الولايات المتحدة ذاتها من التجاهل المطلق للموقف العربي والاستهتار المطلق بالتهديدات العربية إلى الإحساس بخطورة الموقف والسعي للمشاركة الجادة في محاولة الحل. أقف هنا قليلا عندما أسميه
بتغيير الموقف الامريكي مما لا يعجب بعض المتعصبين الجامدين. ما الذي غير موقف امريكا بالضبط؟ الذي غير من موقف امريكا هو المعركة ذاتها، والنجاح الذي لم تكن تتوقعه ابدا لقوات. فبعد ان قالت لها اسرائيل انها ستقضي على قواتنا في 48 ساعة، عادت اسرائيل بعد 4 ايام من القتال تستغيث وتطلب من امريكا النجدة. ببساطة اي اننا نحن الذين غيرنا بهذا كله موقف امريكا، وبالتالي فهذا هو احد انتصاراتنا التي حققها العرب، والتي يجب ان تكون مصدر الهام لهم وليس مصدر تشكيك وتنديد كما تحاول قلة ان تصور الامور. والواقع انني لا اعرف كيف اصف هؤلاء الذين يتحدثون ويكتبون من منطلق واحد دائما، هو التشكيك في قدرة هذه الامة والتقليل من انتصاراتها. حرب اكتوبر بكل ما غيرته من اوضاع ومفاهيم يشككون فيه. ان كان هذا سوء فهم فهو مأساة، وان كان سوء نية فالمأساة اعظم. ان من يتجاهل ان امريكا تضمن امن اسرائيل وان روسيا ايضا تضمن امن اسرائيل، وان المجتمع الدولي كله حين لا يذهب الى ابعد من قرار مجلس الامن يضمن ايضا امن اسرائيل، ان من يتجاهل هذا انما يدفن رأسه في الرمال. ونحن من موقع المسؤولية التاريخية تجاه قضايا هذه الامة لسنا مستعدين ان نريح انفسنا بدفن رؤوسنا في الرمال، ونحن لا نمضي في خطوات نضالنا على غير هدى، ولا نكتفي بان تكون خطواتنا مجرد رد فعل، ولكننا ندرس عناصر كل موقف ونتحرك حركة مرسومة ولكنها دائما وبعون الله الى الامام. لقد كان احد اسس ثورتنا من يومها الاول عدم الانحياز ورفض الدخول في مناطق النفوذ واستقلال ارادتنا الوطنية، وقد خضنا في سبيل هذا اعتى المعارك ورفضنا العدول عن هذا المبدأ حتى ونحن منهزمين او معزولين. وليس يعقل ان نقبل ونحن اقوياء منتصرون ما رفضناه ونحن منهزمون. ولكنهم المراهقون السياسيون والذين بقدر ما لهم من أصوات عالية فإن قلوبهم ضعيفة لا زالت خائفة من تصديق عناصر القوة العربية الجديدة. هؤلاء وهؤلاء هم الذين لا يرون المتغيرات العربية والدولية، ولا يرون أن من حق أمتهم أن تمارس في ثقة بالنفس ما تمارسه اليوم سائر الأمم. كيسنجر في موسكو وبكين كويس، لكن في القاهرة ودمشق والجزائر خيانة. وساطة كيسنجر في حرب فيتنام ومباحثاته مع فيتنام الشمالية انتصار لفيتنام وليس ضد الاتحاد السوفيتي، لكن وساطته في الشرق الاوسط ومباحثاته معنا هزيمة وعمل ضد الاتحاد السوفيتي. مكتب
البنك الامريكي تشيز مانهاتن في موسكو يفتح مكتب كويس، لكن مكتب لنفس البنك في مصر خطر علينا. استخدام رؤوس الاموال الامريكية والالمانية واليابانية لإقامة مصانع في روسيا والاستثمار حقول الغاز في سيبيريا، كل ده مقبول، لكن استخدام هذه الأموال لتعمير مدن القناة وإحياء الصحراء الغربية غير مقبول. مراهقة مراهقة سياسية وصراخ أقل ما يقال عنه أنه يخفي المرض وعدم الثقة بالنفس. إن الذين يحاولون أن يقيدوا حركتنا بهذا الصياح غير المسؤول لن ينجحوا في ذلك، والحكم الصحيح على صياحهم هذا هو أنهم يحاولون إجهاض انتصارات الأمة العربية والعودة بالقضية التي حركناها بالدم، العودة بها إلى التجمد، وهذا هو ما تريده إسرائيل وتعقد عليه أملها في الخلاص من المأزق الذي وجدت نفسها فيه بعد حرب أكتوبر. وأعود فأقول ما قلته مرارا، إن المعركة لم تنتهي بعد، وإننا وقد سمينا حرب أكتوبر الشرارة، أي أنها البداية، وأن العبور وفك الاشتباك مرحلة سوف تتلوها مراحل أخطر، وأن قوتنا العسكرية وتجربتنا القتالية اليوم أكبر وأعظم، وأن صراعنا صراع أجيال بأشكاله العسكرية والسياسية والحضارية، وأن جيلنا يقوم بواجبه في تخليص أمتنا من عار الهزيمة وفتح أبواب التقدم والانطلاق أمامها وتسليم الأمانة إلى الأجيال المقبلة في صورة وطن قادر على النصر، عامر بالثقة بالنفس، مؤهل لمواجهة التحديات المقبلة. أيها الإخوة والأخوات في كل موقع، إن المستقبل مفتوح أمامكم، ولن يكون إلا بعقولكم وأيديكم وتضحياتكم. إن إخوتكم وأبناءكم الذين استشهدوا وهم يعبرون كانوا يعرفون أنهم لا يعبرون مجرد حاجز مائي، ولا يدكون مجرد معاقل للعدو، ولكنهم كانوا يعبرون ببلادهم وأمتهم إلى أمل جديد وحياة جديدة.